حلقة جديدة من فقه المرأة. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سوف نتحدث عن الاستقامة، مفهومها وأثرها، هل هناك درجات للاستقامة؟ هل هناك مراتب للاستقامة؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ هل الكلمة تعني الاستقامة في الثبات على التوحيد، في الطاعة، في طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معاصيه، في معاملة الناس أيضا هذا الثبات على الطاعة وعدم العودة إلى المعاصي مرة أخرى؟ أيضا ماذا عن معاملتنا مع الآخرين؟ هل هناك درجة ومرتبة من الاستقامة في هذه المعاملات ولنا الأجر؟ دعونا نتحدث عن هذا الموضوع وهذه القضية وهذه القيمة، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا، عدنا لحضراتكم الحديث عن الاستقامة، ودائما وأبدا نتحدث عن كلمات الله سبحانه وتعالى، وهذه كلمات خاصة بالاستقامة حينما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. يسعدنا في هذا اللقاء الحديث عن هذا الموضوع فضيلة الشيخ محمود الشوبكي من علماء الأزهر. نرحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. يمكن هذه البداية الحقيقة دائما وأبدا بنتحدث عن الإخلاص وبنتحدث عن الصدق، فهذه الاستقامة لا تأتي من فراغ، ولكن في البداية نتحدث ما مفهوم الاستقامة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين آمين. وبعد، أرحب بحضرتك أن يرزقنا الاستقامة على طاعته حتى يكتبنا من أهلها يوم القيامة، فلا خوف عليهم في الدنيا ولا يحزنون يوم القيامة، ولهم نزل مخصوص عند رب العالمين أعده الله تعالى لهم، كما تفضلت في الآيات التي أوردها ربنا في سورة فصلت من القرآن الكريم. الاستقامة تعامل معها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أنها نظام حياة لا يتعلق بعلاقة العبد بربه وفقط، بل يتعلق بسلوك العبد الداخلي مع كل مكونات الدنيا. ما دام هذا هو نظرة النبي للاستقامة، إذا نستنبط منها ما هي الاستقامة. الاستقامة قالوا هي كلمة مشتقة من القيام، والقيام يقتضي دوما المواظبة على النهوض والانتباه. إذا فالعبد المستقيم هو عبد منتبه باستمرار، لا يتوقف عن الانتباه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاءه الصحابي وقال له: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك، وفي رواية لا أسأل عنه أحدا غيرك. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يلخص هذا الإسلام في نظر هذا الصحابي الجليل، لخص النبي له باطن الإسلام، قال: قل آمنت بالله. طب ظاهري، لخصها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: ثم استقم. إذن فالقضية التي أنزل لأجلها هذا الدين أن يعلمنا نحن أتباع هذا الدين أن نداوم دوما على الثبات على العمل، الثبات على الكلمة، الثبات في المحبة، الثبات في العطاء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته، كان عمله ديمة كما قالت السيدة عائشة. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص دوما على أن يعلي في نظر أصحابه دوما مفهوم كيف تستقيم. حتى أن هناك إشارة خفية نحتاج إلى أن ننبه الناس إليها، وقد تخرجني عن موضوع الاستقامة لقليل. ألا وهي لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمنا كيف تختار الزوجة زوجها، قال: إذا جاءكم من ترضون دينه. الناس يعتقدون أن دين معناها الصلاة والصيام والزكاة والحج. لا، بل هذه الكلمة في هذا الحديث معناها إذا جاءكم من ترضون نظام حياته، استقامته في الحياة، حسن أخلاقه. طب من أين استنبطنا أن معنى كلمة دينه في هذا الحديث تعني الاستقامة وحسن الأخلاق؟ من قول الله تعالى عن سيدنا يوسف: ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، أي في نظام الملك. إذن فالنبي يقول قضية الزواج رغم أنها قضية
مقدسة جدا، لكن لابد أن يكون أول معاييرها أن أختار المستقيم. نعم. المستقيم مع الناس، المستقيم مع نفسه، المستقيم مع أهله، المستقيم في عمله، وقبلهم جميعا المستقيم مع رب العالمين سبحانه وتعالى. عشان كده دايما بنقول اسألوا عليه. كلمة نعم. السؤال هو كيف يتعامل مع الناس، بالضبط. كيف يتعامل مع الأقارب، سمعته، طريقته في الحديث، وأيضا ليس فقط بالذهاب إلى المسجد للصلاة على وقتها وخلافه، ولكن يمكن هذا حكمة تقصد، وده شيء موجود في حياتنا. وهذا أمر يحل إشكال كبير جدا، أنني أقول أنا والله اخترته لأجل دينه، طب أنت كان معيار الدين بالنسبة لك إيه؟ ده حافظ للقرآن، ده مصلي. يا سيدي ليس هذا فقط هو المعيار الذي تختار عليه، إنما لما قال النبي إذا جاءكم من ترضون دينه أي نظامه، وأتبعها رسوله وقال وخلقه، ليدلل أن المقصود هو الاستقامة في التعاملات الحياتية، كيف يعطي الناس حقوقهم، كيف يطلب من الناس حقهم. وإذا فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمنا أن دواخل البيوت لكي تنجح لابد أن تقوم على رجل عنده استقامة، وعلى زوجة، لما قال النبي فاظفر بذات الدين أي فاظفر بذات النظام، إذا فهي أيضا لابد أن تكون امرأة عندها قدرة على الالتزام وقدرة على النظام وقدرة على التحكم وقدرة على الاستقامة. طيب يعني أعتقد أن يمكن ده مفهوم كده في بداية هذا الأمر، ولكن مش هتكلم عن أثر هذه الاستقامة، لكن هنقول الأول كيفية الاستقامة. أنا فتاة، أنا زوجة، وأنا عايزة أصل بهذه المرتبة بهذا الإخلاص حتى ألقى هذا المشهد، الملائكة تتنزل علي وأرى كل ما وعدني الله سبحانه وتعالى، وسواء بقى أم، زوجة، أخت. إحنا بس النهاردة بنتكلم كيف أنا من النساء أن تستقيم. نعم. من محاسن هذا الدين، وكل هذا الدين محاسن، من محاسنه أنه دين واقعي يعلم فطر الإنسان ويعلم احتياجاته ويبني أوامره بناء على احتياجات هذا الإنسان، ليسعد الإنسان بدينه وهو يتعامل مع الله سبحانه وتعالى. لماذا قلت هذه الكلمة؟ لأن الله سبحانه وتعالى في آية في القرآن الكريم لما أراد أن يتكلم عن أهل الاستقامة أو أراد أن يأمر بالاستقامة لم يعاملهم على أنهم أشخاص ذوات نفسيات ملائكية لا يخطئون. ودي قضية مهمة جدا. إيانا أن نعتقد أن حرصي على الاستقامة معناه أنني لن أذنب أو لن أخطئ، بل إن المستقيمة لله سبحانه وتعالى قد يقع في الذنب، وهذا ما ذكره لنا ربنا سبحانه وتعالى في سورة فصلت لما قال فاستقيموا إليه واستغفروه. وكأن الله يقول أنك قد تكون من أهل الاستقامة ولكن قد تقع منك بعض الهفوات. فإياك أن تعتقد أن استقامتك قد انتهكت. هنا بقى ممكن أشغل أو أفعل النفس اللوامة. طبعا طبعا، النفس اللوامة التي تحاسب نفسها والتي تقيم نفسها أولا بأول ستنظر وتقول لنفسها هل أنا استقامتي قد انتهكت، هل فشلت في رحلتي مع الاستقامة؟ لا. الله تعالى يعطيك فرصة للترميم وقال فاستغفروه. وهذا واضح في كثير من النصوص التي حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أقوام طلبوا من الله تعالى أن يتوبوا ثم وقعوا في الذنب، فما كان من رب العالمين إلا أنه فتح لهم باب توبة مرة أخرى فاستقاموا مرة أخرى فأدخلوا الجنات. وأشهر مثال على هذا باختصار شديد الرجل الذي اتهم بقتل 100 نفس. وهذا الرجل أنا لا أقول لا تتعاملوا مع الحديث على أنه جريمة قتل، لا، تعاملوا مع الحديث على أنه شهوة نفس قد تتكرر بصور مختلفة بداخلنا. هناك يعني مش لازم القتل فقط، هناك من قتل 100 نفس لكن هناك من ارتشى 100 مرة، هناك من سرق 100 مرة، هناك من نظر كذب، من زور، وهكذا. هي شهوة نفس سيطرت عليه. لما قال هذا الرجل الذي حكى عنه رسول الله أنني أريد أن أستقيم والتزم الطريق وإذا به يقع في الخطأ، نفس الخطأ مرة أخرى، ويكرر نفس المشكلة، إلا أن الرجل الذي نفعه أمام رب العالمين سبحانه وتعالى أن الله تعالى ألهمه أن استمر على استقامتك واستمر على توبتك، فكان في النهاية أن تأخذه ملائكة الرحمة، ولا تأخذه ملائكة الرحمة بحولها هي وقوتها، بل قال النبي هكذا في نص الحديث فأوحى الله تعالى لأرض الطاعة أن تقاربي وأرض المعصية أن تباعدي. إذن فالأرض بمقاييسها والجبال والأنهار والشجار والأشجار والبحار تحركت وتغيرت نواميس الكون لأجل عبد قال أريد أن أستقيم. طيب ده بقى ممكن يلخص لنا الطريق شوية، يعني بما إن أنا ممكن هنا أنوي أو أنتوي
ان انا بالفعل ان انا استقيم بهذا الشكل. وفي نفس الوقت يا جماعه مش هنفتكر ان احنا ملائكه، ما احنا برضو اكيد يعني كلمه الاستقامه مش ملائكه، ولكن هي المحاوله. وهنا الصدق والاخلاص الذي ظهر او يعني بان امام الله سبحانه وتعالى من قلب هذا التائب. دائما نحن نتعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى اننا اعتدنا ان الله تعالى لا يتوقف عن اكرامه ولا يتوقف عن عطائه. تمام. ولا يتوقف عن فضله. ومن فضل الله تعالى انه عاملنا بنياتنا لا باعمالنا. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكل امرئ ما نوى، المرء دوما اسبق من عمله. نعم. فربما انا انتوي خيرا كثيرا. أيوة. وعملي قليل، فيعطيني الله تعالى على قدر نيتي لا على قدر عملي. لو فعلنا هذا المنظور مع رب العالمين في قضيه الاستقامه، اننا بحاجه الى الهمه، إلى القيام بالحق، إلى بدء الطريق. ومن هنا أستطيع أن أسترشد بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ومن يتصبر يصبره الله، أي من يتصنع الصبر سيصل إلى درجة الصبر. إذن فمن يحاول أن يستقيم سيصل إلى درجة الاستقامة. ومن يتحلم يحلمه الله، من يحاول أن يهدأ ويثبت انفعاله الله تعالى يعطيه هذا الهدوء وهذا الحلم. كذلكم الأمر في الاستقامة، نية صادقة وبداية فعلية على أرض الطريق. هذه النية وهذه البداية يفتح الله بعدها السبل ويعطينا بعدها النفحات. ويكفينا فخرا أن الله سبحانه وتعالى قال عن أهل الاستقامة في سورة الجن، قال وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. تمام. أنا أتوقف بقى عند الآية دي. نعم. لأن ليها تفصيلات وأعتقد ليها أسرار. نعم. نخرج لهذا الفصل يا جماعة وهنركز في هذه الآية، لأن فيها إن شاء الله ثمرة من ثمرات الاستقامة، وزي ما قلت على قدر المستطاع. المهم أن يبقى فيه إخلاص وفيه صدق من الله، منك لله سبحانه وتعالى أو منك لله سبحانه وتعالى. يعني هنبدأ هذه التفسيرات كده البسيطة من خلال هذه الآية، ولكن بالعودة مرة أخرى لحضراتكم وفابقوا معنا. مشاهدينا عودنا لحضراتكم مرة أخرى لاستكمال هذه الحلقة عن الاستقامة، ويعني نبدأ بتفسير هذه الآية بالفعل، يعني التي تتحدث عن أسرار خاصة جدا أنا بأشعر بذلك من خلال هذه الآية، ونعودها مرة أخرى. شيخ محمود أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى. الله تعالى يقول وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وهذه الآية من عطاء الله تعالى، فيها لم يقل ربنا وأن لو استقاموا لشربوا أو لسقوا أنفسهم، في شرط، بل الله قال نعم بدأ بالاستقامة. نعم. وحكى أنك تستقيم على الطريق، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه قال الله له فلذلك فادعوا واستقم. وقال الله للنبي في سورة الزخرف فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. نعم. فالنبي أمر بأن يستقيم، ليس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد تراجع عن الاستقامة، حاشاه صلى الله عليه وسلم. نعم. ولكن الله تعالى أراد أن يشرف مقام الاستقامة بإلحاق رسول الله به، حتى إن استقام عبد من عباد الله تشرف بنسبته لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الله تعالى يقول أنك حين تستقيم على الطريق لن تشرب ماء غدق، بل قال لأسقيناهم. الله يسقيه، الله يسقيه بنفسه. الله ييسر الرزق له بنفسه. الله يفتح له الأبواب بنفسه. يعني أسقيناهم ليس في الآخرة فقط، ولكن أيضا كأثر في الدنيا. وفي الدنيا فعطاء الله تعالى في الآخرة عظيم، يعطي منه قدرا في الدنيا على قدر تشوقي أنا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فالله تعالى يقول أنني لو استقمت على الطريق الصحيح انطلاقا لرب العالمين خلف النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، يقول الله لأسقيناهم فتأتيك الدنيا تحت قدمي. تأتي الدنيا إلي تحت قدمي حين فقط أحاول أن أستقيم مع الله سبحانه وتعالى. وهذا واضح أيضا في معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من جعل الهموم هما واحدا، هم المعاد أي هم معاملة القائل كفاه الله سائر همومه.
كل حاجة تهون، كل حاجة تهون. إذا بالدنيا تأتيه تحت قدميهم بمالها وحسبها ونسبها تأتي، وإن كانت هذه جائزة لأهل الاستقامة فبها ونعم الجائزة. ولكن الله تعالى نعمنا بجوائز أخرى لأهل الاستقامة، لما قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. شيء منهي يعني. نعم. شيء يعني، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافون في الدنيا ولا يحزنون يوم القيامة. نعم. لكن يا رب، الدنيا لا تخلو من مخاوف، والدنيا لا تخلو من نكبات. من الذي سيؤمنني في لحظات الاستقامة لما تأتيني صدمات الدنيا؟ فيقول الله تعالى أيضا في موضع آخر: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. من أنتم؟ نحن أولياؤكم. ما معنى كلمة أولياؤكم؟ أي نحن الذين كنا نحميكم في الدنيا ونعينكم. نحن الحراس الذين عيننا ربنا. ألم يقل لنا ربنا يا أستاذ النبيين في سورة الرعد: له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. من هؤلاء المعقبات؟ هم ملائكة جعلهم الله تعالى بين أيديهم. هي واضح القصة كلها في النية وصدق النية والإخلاص، لأن من هنا كل ده إحنا يعني هناخده. ولكن عايزة أرجع بسرعة أتكلم عن مراتب أو أشكال الاستقامة بالنسبة للفتاة، بالنسبة للنساء. إحنا بنتكلم يمكن فقه المرأة مهم قوي، إن أنا كأم كمان أعرف إزاي أنا أكون قدوة في المقام الأول، وأقدر إزاي أقدر كمان أعلم ولادي كيفية أو مراتب أو أنواع الاستقامة بقدر المستطاع. نحن بحاجة، ونحن نريد أن نعدد لأنفسنا، هل أنا مستقيم بنسبة كم في المئة؟ أن أقسم الاستقامة: هناك استقامة مع الله، وهناك استقامة مع خلق الله، وهناك استقامة مع نفسي. ولا بد لي أن أعطي لنفسي توازن دوما، كيف أستقيم مع الله ومع خلق الله ومع نفسي دون أن يجور طريق على طريق آخر. والاستقامة مع خلق الله سبحانه وتعالى قد يراها الإنسان عسيرة، هي فعلا عسيرة، ولكنها سهلة على من انتوى أن ييسرها الله سبحانه وتعالى. ما احنا قلنا هنا هتبقى بيبقى في يعني في الملائكة هتعيننا، الله سبحانه وتعالى هيعيننا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم برضو لما يرانا أن احنا بنحاول يبقى في إعانة. ليس هذا فحسب، بل هناك نفوس ستنطبع بسجايا الخير، هناك نفوس ستنطبع بسجايا الخير. فأنا نفسي مثلا أتعود أنني أغض بصري أو أغض طرفي أو أحترم مظهري أو أحترم كلمتي، مع الوقت أنا ستكون هذه سجيتي التي يتناقلها الناس عني. نساءنا بقى فندم، وأتكلم بالنسبة للنساء وبالنسبة للمرأة في بيتها، هي بحاجة إلى هذه الاستقامة مع أبنائها ومع زوجها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنها راعية ومسؤولة عن رعيتها. ودوما نحن بحاجة إلى أن نقول للمرأة: انظري إلى أي مكانة رفعك رسول الله، لم يقل عنك قائدة ولا مربية، بل قال راعية. وكلمة راعية أي معناها أنك تتحملين مشاق كما يرعى الراعي الغنم في الصحراء، وتؤذين من رعيتك، ولكنك عند الله سبحانه وتعالى تكرمين. بماذا؟ قال الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ أنت راعية في الدنيا على هؤلاء الأطفال وهذا المال وهذا البيت، يرعاك رب العالمين بنفسه، يرعاك رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة. فعلى المرأة أن تحاول أن تحسن الأخلاق، وألا تتعجل النتائج. وألا تتعجل النتائج. فممكن بنتنا أو أختنا تبدأ الطريق مع الله سبحانه وتعالى مع أول نزغة شيطان داخل النفس تيأس. تبدأ نزغة النفس دي هي اللحظة المدمرة التي نتمنى من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على تجاوزها. تبدأ المرأة عندما تريد أن تحاول أن تحسن أخلاقها مع الله وتنطلق في الطريق، تقول: طب أنا عملت كل ده، فين المردود اللي وعدت به؟ نحن بحاجة إلى عدم كده. أستاهل برضو كده يا رب؟ يعني أنا عملت إيه في حياتي؟ وتفضل بقى تبتدي التساؤلات اللي بتقلل من يعني ثوابها. نحن بحاجة إلى عدم العجلة، ولنعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. فإياك أن تظني، وهذا الكلام لكل أخت ولكل بنت ولكل زوجة، إياك أن تظني أن البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى سيورث سعادة دائمة. قد يورث فرحة لحظية، وأنا أتعمد أن أقول أنه قد يورث فرحة وليس سعادة. أيوة. إنما السعادة الحقيقية الدائمة لما ذكرها ربنا في القرآن، قال: وأما الذين سعدوا ففي الجنة. الله.
السعادة الدائمة بأن أفوز بالجنة، ويا حبذا لو فزت بالجنة وأنا في الدنيا بحسن الخلق مع أمي وأبي، مع زوجي، مع عيالي، مع المال، مع التعامل مع الناس، أستطيع ساعتها أن أيسر على نفسي كل مشاكل الدنيا. والله سبحانه وتعالى حين يعطيني ابتلاء من حولي لأعاني معاناة تمنعني عن طريق الاستقامة، لابد لك أن تعلمي أختي الفاضلة أنه ما ابتلاك إلا ليصطفيك، ما ابتلانا إلا ليصطفينا. فأنا أتمنى من كل من تسمع من يسمعونني الآن، رجال ونساء، وأخص المرأة لأنها هي عماد الحياة، أتمنى أن ننتوي بداية الطريق من الآن، لن ننتظر لرمضان ولن ننتظر ليوم الجمعة ولن ننتظر للغد، من الآن أننا ننتوي بداية أننا سنستقيم مع الله سبحانه وتعالى، ولو على قدر قليل من الطاعة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أحب الأعمال عند الله أدومها. أيوة. وإن قل. طيب عايزين بقى نصيحة كده بقى يعني أخيرة، بنتحدث كيف نثبت أو نحصل على الثبات في الاستقامة بقدر الإمكان. لو أردت أن ألخصها في نصيحة أخيرة أقول: نحن بحاجة إلى أن نحسن الظن بالله. ابدأ الطريق وتوكلي على الله، واعلمي أن الله تعالى لن يخذلك أبدا، وثقي تماما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ينتظرك أمام أبواب جنات رب العالمين ليأخذ بيد كل امرأة أرادت أن تستقيم. نعم. ويدخلها الجنة معه صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم أمين يا رب العالمين، يعني أرزقنا هذه الاستقامة في الأقوال والأفعال. يعني أنا بشوف الحقيقة الأقوال والأفعال مهم جدا أن احنا نكون برضو لدينا هذه النوعية من الاستقامة، إن شاء الله حتى تتنزل يعني هذه الملائكة علينا في قبورنا وعند بعثنا وعند موتنا. الحقيقة هنلاقي أنوار كثيرة جدا، بس بقى اللي يفهم وفعلا من يعي هذه الكلمات وهذه التفاصيل وهذا الكنز يا جماعة، أكيد دلوقتي هيجدد النية، وتعالوا دلوقتي نجدد النية مع بعض إن احنا نصدق مع الله سبحانه وتعالى وننتوي هذه النية إن شاء الله إن احنا نستقيم ويرضى الله عنا في الحياة الدنيا والآخرة. أشكركم على حسن المتابعة، وأشكركم على وجودكم معنا من خلال متابعتكم لهذا البرنامج فقه المرأة، ونقى جديدة من فقه المرأة. في هذه الحلقة مشاهدينا الكرام سوف نتحدث عن الاستقامة، مفهومها وأثرها، هل هناك درجات للاستقامة؟ هل هناك مراتب للاستقامة؟ ماذا تعني هذه الكلمة؟ هل الكلمة تعني الاستقامة في الثبات على التوحيد، في الطاعة، في طاعة الله سبحانه وتعالى وترك معاصيه، في معاملة الناس أيضا هذا الثبات على الطاعة وعدم العودة إلى المعاصي مرة أخرى؟ أيضا ماذا عن معاملتنا مع الآخرين؟ هل هناك درجة ومرتبة من الاستقامة في هذه المعاملات ولنا الأجر؟ دعونا نتحدث عن هذا الموضوع وهذه القضية وهذه القيمة، ولكن بعد هذا الفاصل. مشاهدينا عدنا لحضراتكم الحديث عن الاستقامة، ودائما وأبدا نتحدث عن كلمات الله سبحانه وتعالى، وهذه كلمات خاصة بالاستقامة حينما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. صدق الله العظيم. يسعدنا في هذا اللقاء الحديث عن هذا الموضوع فضيلة الشيخ محمود الشبكي من علماء الأزهر، نرحب بحضرتك معنا. أهلا وسهلا بحضرتك. يمكن هذه البداية الحقيقة دائما وأبدا بنتحدث عن الإخلاص وبنتحدث عن الصدق، فهذه الاستقامة لا تأتي من فراغ، ولكن في البداية نتحدث ما مفهوم الاستقامة. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد النبيين وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين آمين. وبعد، أرحب بحضرتك.